السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم موتو ديزاد، متخصصة في الدراجات النارية المستعملة في الجزائر للموتو والسكوتر. في هذا الفيديو تاع اليوم وكما العادة أجمعكم مجموعة من الدراجات النارية المستعملة ومع أرقام الهواتف. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيدو، نرجو منكم دعم القناة بطريقة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تنبيه عن كل فيديو جديد. وبدون أن نطلع عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه الدراجات النارية التي معنا في هذا الفيديو نهار اليوم، فتابعونا. الموتور رقم واحد معنا لراس قائمة اليوم هي في ام اس في ماكس اني 2021، محركة في ام اس ايسونس، لاكولور تاع الدراجة النارية نوار، وهاد الموتور ماشية 950 كيلومتر. صاحب الموتو من ولاية بازا، وراه مسموه في هاد الفي ام اس في ماكس 38 مليون. محرك الدراجة النارية في حالة جيدة، وهاد الفي ام اس في ماكس نقية. الموتو رقم 2 معنا في هذا الفيديو هي في ام اس كوكسي ان 2021، محرك الكوكسي ان ايسونس، لاباد فيتاس اوتوماتيك، لا كولور غري ارجون، والدراجة النارية ماشية 3850 كيلومتر. الموتو معها لاكات غريز ولاسورونس عام والكاسك. صاحب الموتو من الدويرة ولاية الجزائر العاصمة، وسعر الفي ام اس كوكسي ان هو 19 مليون و700، بري نيغوسيابل. ابي بامكانكم تجيبوا هاد الدراجة النارية بمبلغ اقل. الموتو فيها شوية تخباش تاع ستاسيونمون، با غراف. الموتو رقم 3 في ماكس اني 2021، محرك الفي ماكس ايسونس، لاباد فيتاس مانويال، لا كولور بلو نوي، والدراجة النارية ماشية 3400 كيلومتر. صاحب الموتو من كاليتوس ولاية الجزائر العاصمة، راه مسموه في الفي ماكس 36 مليون. محرك الدراجة النارية في حالة جيدة، والموتو نظيفة. الموتو رقم 4 سيم اش دي 200 اني 2019، محرك السيم ايسونس، لاباد فيتاس اوتوماتيك، لا كولور نوار، والدراجة النارية ماشية 10474 كيلومتر. صاحب الموتو من القليعة ولاية بازا، وسعر السيم اش دي 200 هو 35 مليون، البري راه نيكوسيابل. اي بامكانكم تجيبو الموتو بمبلغ اقل. صاحب الدراجة النارية يقبل يبرز، المحرك في حالة جيدة، وهذا الموتو نظيفة. الموتو رقم 5 بينيلي تي ار كا 502 اني 2019، محرك البينيلي ايسونس، لا كولور غري، والدراجة النارية ماشية 24000 كيلومتر. صاحب الموتو من ولاد فايت ولاية الجزائر العاصمة، راه مسمو في هاد البينيلي تي ار كا 502 95 مليون. صاحب الموتو ما يبرش، الفيدونج معمولة 22000، لي بلاكيت جدد، لاشان جديدة، كابل دومبرياج جديد، ولا باتري مبدلة مؤخرا. المحرك في حالة جيدة، والدراجة النارية نظيفة. الموتو رقم 6 ياماها تي ماكس اكس بي 500 2010، محرك هاد الياماها ايسونس، لاباد فيتاس اوتوماتيك، لا كولور نوار، والدراجة النارية ماشية 36000 كيلومتر. صاحب الموتو من بيرتوتا ولاية الجزائر العاصمة، راه مسمو في هاد الياماها تي ماكس اكس بي 585 مليون. لاكات كريس على الموتو صافية، المحرك في حالة جيدة، والدراجة النارية نظيفة. الموتور رقم 7 بي ام دبليو في جي 310 اني 2020، محرك على بي ام ايسونس، لاباد فيتاس اوتوماتيك، لا كولو نوار، والدراجة النارية ماشية 5560
كيلومتر. صاحب الموطو من ألجي سونتر وسعر هاد لا بي ام دبليو في جي 310 ار هو 93 مليون بري نيغوسيابل. بإمكانكم تجيبوا هاد الموطو مبلغ أقل. صاحب الدراجة ناري يكبلي بالرز. الموطو مازال لها دو فيدونج باطل في لاميزو بي ام دبليو في ولا كارونتي حتى 2023، يعني الموطو في حالة جيدة. الموتور رقم 8 هوندا هورنت 600 2008، محرك هذا الهوندا ايسونس، لا كولور روج، والدراجة النارية ماشية 47000 كيلومتر، لا كاتغريز صافية. صاحب هذا الموتور من كاليتوس ولاية الجزائر العاصمة، راه مساهمو في هذا الهوندا هورنت 685 مليون. المحرك في حالة جيدة والدراجة النارية نقية. هاذي نكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو. في الأخير ما تنساو ديرو جيم الفيديو ودير بارتاج. أرقام الهواتف تاع صحاب هاد المطوات تجدوها مرفقة في صندوق الوصف موجود أسفل الفيديو. فقط قوموا بالضغط على عرض المزيد أو على عنوان فيديو ويصدر أمامكم صندوق الوصف فيه أرقام الهواتف. وإلى ملتقى فيديوهات أخرى إن شاء الله حول الدراجات النارية المستعملة في السوق الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.